يسعد اوقاتكم من جديد مشاهدينا. وصلنا لزاويتنا الحواريه الاولى لليوم اللي بدنا نحكي فيها عن الملتقى الرابع للنحت على الرمل، حيث ان لفصل الصيف في اللاذقيه ايقاع بيعكس نبض مدينه بتشتهر بالجمال والعراقه، وعلى شطانه اللي انطلقت منها اساطير الفينيقيين الى العالم لتنشر الحرف الاول وصباغ الارجوان، لا يزال للفن ساحات وميادين بتعكس شغف احفاد الفينيقيين بالفنون. التحضيرات للملتقى الرابع للنحت على الرمل بتجري على قدم وساق استعدادا لافتتاحه في منتصف الشهر الجاري، ولنتعرف الى جديد هذا العام بيسعدنا ان نرحب بدايه بالسيده سحر حميشه رئيسه الجمعيه الوطنيه لانماء السياحه في سوريا. يسعد صباحك. صباحكم يا رب، اهلا وسهلا. كمان مشاهدينا بدنا نرحب بالفنان العالمي علي معلم مدير الملتقى. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. صباح الخير، اهلا فيكم. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. بدايه دائما تعودنا انه ملتقى النحت على الرمل يكون بنادي اليخوت، هيدي السنه وين حيكون الملتقى؟ كمان بنادي اليخوت. كمان بنادي ما تغير. التابع للمدينه الرياضيه، لانه السنه الماضيه المكان القديم ما بقى بيساع الجماهير اكثر، يعني صار في حضور جماهيري ضخم، بدنا مساحة أوسع، والأعداد النحاتين كترت، كبرناها هاي السنة أكثر، فصار في مساحة أكبر. بحثنا عن المكان، كمان نادي اليخوت بس تابع للمدينة الرياضية. تابع للمدينة الرياضية. بجوز في ميزات أكثر، بجوز بالإضافة للمساحة ممكن في نسبة فراغ ثانية مثلا، أو شيء للفعاليات ممكن أنتم تستفادوا منه. هو المكان واسع كثير كثير كبير، في هدوء. في هدوء، يعني بعيد عن خط السير شوي. تماما. كثير قريب من البحر، هو كمان كثير حلو. تمام. ممكن هلا يعمل شوي للعالم لحتى يوصلوا. نحن حلينا هاي المشكله باتفاق مع مديريه النقل الداخلي، راح يكون في باصات تجيب من النقطتين، وحده من الشيخ ظاهر وحده من الزراعه، فباصات النقل الداخلي رح تجيب، وفي كمان النقل السرافيس والقصص الخاصه بتجي يعني توصل. تماما. ذكرت موضوع الهدوء، يعني هذا الشيء بيكون يعني اكيد منحى ايجابي بالنسبه للنحاتين. يمكن بيكون اروى، بيقدروا ينحتوا بشكل رايق واسرع يمكن كمان. هو ايه، وسع المكان، وسع كثير حلو. الهدوء ضروري جدا، يعني يعني فينا على القليل بس نسمع الموسيقى بدون زنامي، بدون زنبور سيارات يعني. وهذا كثير بياثر على الفنان، هيدا التشويش يعني بجوز. ممكن ممكن. طبعا. أكيد. حضرتكم يعني هلا انتم بمرحله التحضير للملتقى، خلينا نحكي لوين وصلتوا بالتحضيرات، يعني لسه في كثير مهمات صعبه واللي تجاوزنا الصعوبات، لوين صرنا هلا؟ تفضل. حاليا عم نشتغل على السونوغرافيا. طبعا مدام سحر مشكوره، يعني لها من يمكن من 3 شهور وهي عم تشتغل، يعني عم تتعب لتحضر هذا الشيء. حاليا هلا عم نشتغل على الموقع، على المكان، راح يكون مختلف تماما كمان عن السنين السابقه. الناس راح تفوت، هو كان المفروض نتركه مفاجاه بس كمان لازم نحكي فيها، راح نفوتهم ببوابه اوغاريت، راح يفوتوا ضمن نفق بعدين ليحصلوا على الفراغ اللي موجوده في الاعمال. يعني هي شغلات جديده لسه عم نحاول نشتغل عليها يعني. وهيدا بيجذب اكثر، بجوز هيدا السسبنس انه نحن لحتى ندخل لمكان معين، رح ندخل ضمن اطر معينه، لكن وراح يكون في لون أكثر. اللون العنابي اللي هن اخترعوه الاوغاريتيين يعني. كمان راح يضم النفق، راح يشوفوا هذا اللون، بالاضافه للمنحوتات الجانبيه اللي راح تزين المكان غير منحوتات الرمل. في منحوتات على الاطراف فيها كثير شغلات اوغاريتيه، وفيها ممكن يكون في القلاع السوري. هو الديكور المكان الموقع علي هو اللي صممه يعني. هي كنا بدنا نسال، فبكره رح تشوفوا. تمام. بكره رح تشوفوا اشياء كثير مبتكره من عنده، بحيث نوحي انه نحن عم نحاول نطور المكان والملتقى يصير كثير نوصل العالمية بالموضوع. ديكور كان على مستوى الديكور، النحت، البرنامج، هالقصص هي نحن نحوله لمهرجان ضخم. هي ميزات اضافيه عن السنوات السابقه. يعني. تمام تمام. هلا كل سنه نحن عم نكون افضل من اللي قبلها، يعني كل سنه عم نحاول نكون افضل، حتى لو كان نفس البرنامج فبس اليه تنفيذه تكون مختلفة، يكون مختلفة، دائما في شيء جديد، لأنه نحن بنحب دائما شيء جديد، بنمل بسرعة يعني، فبتعرفي نحن الشعب سنة ملولين، فدائما بدنا شيء تغيير، في حركة، في يعني اكشن بالنص، حتى شوي المواطن حتى ما توقعوا بالرتابه والملل. أيوة تماما. تماما. اذا بدنا نحكي عن الفنانين المشاركين هيدي السنه، شو بتخبرونا عنهم؟ عددهم مين هن الفنانين اللي معكم؟ هن 12 فنان، ثلاثه منهم طبعا كبار ومعروفين يعني، هدول راح ينحتوا على حجر رملي، كمان السنه اضفنا جديد انه في نحت على الحجر الرملي.
التسعه الباقيين حاتين رمل ممكن يكونوا لاول مره مشاركين، ممكن يمكن في وحده بس يمكن هلا الجاري مشاركه قبل بنحت على الرمل. يعني فرصه جديده للشباب انه لحتى يشاركوا. دائما بنحاول هيك، نحن دائما بنحاول انه هيك، وبنتمنى انه يصير باكثر من مكان. يعني من يعني انا هو كان حلم والحمد لله وتحقق، وكان هذا حلمي من الاساس حققناه، وبتمنى يصير بكل سوريا مو بس يعني بس نحن لاننا مدينه ساحليه. والسنه كمان عم نخلق الطريق الجاي رح نعمله ان شاء الله. يعني انا من زمان عم بطرح من زمان عم اطرح علي الفكره انه تعال نعمل بطرطوس، تعال ننتقل لمكان ثاني. رح نوصل السلامه يكون كل سنه مثلا بمحافظه، كل سنه بمحافظه. هلا بشكل عام نحن النحاتين متنوعين يعني بالفئات العمريه ومن من كل المحافظات، بنتقصد انه كل محافظه تجيب نحات، في منه مثل ما قال علي انه سبق مشتغل، في منه هلا عم يتدرب، بس هن بشكل عام نحاتين ممتازين بغض النظر عن مكانته الاجتماعيه كفنان كبير ام صاعد ام شاب انه هي ماده الرمل اول مره بيكون بيشتغل فيها يعني. حاليا نحن سياسه الملتقى بهي المرحله من عمره نحت الرمل تحديدا ما عم نكرر الاسماء لحتى ينتشر الموضوع كانه فن حديث وعالي اول حدا بيشتغل بالنحت على الرمل، فبدنا الموضوع ينتشر اكثر. هلا كلياتنا اشتغلنا على الرمل، ليش شوف حاله علينا يعني؟ كنا صغار بنقعد على الشط بنعمل ونساوي، نحن مشتغلين على الرمل بس يعني تماما. يعني هلا هو هي الحلاوه انه هو العمل على الرمل بحد ذاته هو ابداع، بس للاسف هو ماده ليست دائمه يعني انه ممكن الرياح تروحها او ممكن مي مثلا ما له ديمون تبقى الصوره هي توصيل. كيف انت بتتعامل مع هيدا الموضوع وقد ايه ممكن ياثر عليك هيدا الشيء انه انت بعد ما تعبت هالايام على هالمنحوته هيك انه تروح؟ بتعرفي بالبدايه ما كان له اي اثر، بالعكس كان يشجعني اكثر، كل ما احسه ينزل يعني اشتهي اكثر اني اشتغل اكثر اكبر. حتى صرت يعني انا بلشت يمكن بال 2007 اشتغل نحت على الرمل، لسه ما كان حتى في فيسبوك عندنا بسوريا يعني. صحيح. بعدها يعني لما اندعيت على مهرجان عالمي كان تحدي الي انه يعني معقول انه هدول المنحوتات اللي عملتهم انا يدعوني على مهرجان عالمي وبدي اثبت وجودي يعني. ورحت وحصلت على مركز اول حضرتك حاصل على جوائز عالميه يعني بهيدا الموضوع، طبعا كثير فخر كبير بهيدا العمل الفني الراقي اللي هو فعلا حديث على بلدنا. هلا نحن عندنا يعني والله ضمن امكانياتنا عم نحاول، انا بتمنى يكون ارتفاع الكتله 30 متر بس حتى وقتنا قصير يعني اذا بتشوفي ذيك اليوم تفاجات انه حتى ايام الملتقى 6 ايام بس، يعني كيف بدنا ننجز عمل يعني ممكن كل واحد له عنده 13 متر متعب رمل. على فكره نحن هلا في ملتقى ببلجيكا، ملتقى نحت على الرمل مده شهر كامل، بس تعرف كم طن؟ 8000 طن 80000 طن طبعا رمل. انا بعرف يعني وحتى بيكونوا مقبلينه من قبل بسنه مشان يتراصوا اكثر على بعض. المده قصيره عم بتكون يمكن كميه ما انا كميه صغيره، كميه الرمل قليله. ايه كميه طيب. الرمل قليله وحتى الايام قليله، يعني هو المفروض يكون الرمل بتعرفي قبل بشهور موجود، لازم يتماسك على بعضه اكثر لحتى نقدر ما ينهار معنا ونقدر نعلي اكثر. بس نحن ضمن هذا وكل سنه وعم ننجح اكثر ضمن الامكانات والمعوقات اللي عم بتواجهنا، يعني نحن واجهتنا كثير معوقات. يعني نحن كان المفروض على نحن مبلشين بقبل موقع من 1 شهر نحن متواجدين فيه، كان المفروض يكون الرمل مثل ما بيقول علي من واحد ستة طبعا مو واحد، من 1/6 كان المفروض يكون الرمل من 1/6، لكن نحن بالعمل في مراحل، يعني انا ما فيني اجيب الرمل قبل ما اكون عامله كذا شغله، يعني بدي هي البنى التحتيه للموضوع. صحيح. هون كانت عم تواجهنا المعوقات يعني، وعلى انه اي بكر نحن شعب كثير من اجل ايه دائما اللحظه يلا الأخيرة. معنا وقت هلا بتيجي لعند حدا مثلا انت عم تشتغلي معه كذا، ايه معك مدام وقت طولك يا حبيبي انا عندي وقت، يعني انا في برنامج بشتغل عليه نحن بنعرف شو فيه شو صاير شو عنا، فالوجع عنا بس ما حدا بيحس ويستوعب هي القصه، فنحن للاسف عم نضطر انه نرضخ للواقع، بدنا نوصل يعني انا عندي امل وعندي هيك رؤيه حلوه رح نوصل لوقت انه العالم تستوعب هالقصه اللي عم يشتغلوا معنا يفهموا هي القصه انه نحن لا لازم نكون، فبقى ننتظر اللحظه الاخيره يعني حتى طلابنا بينتظروا اللحظه الاخيره ليدرسوا. الكل عنده هيدي الحاله يعني حاله عامه صايره بالمجتمع. لا حتى يعني انا لو مكان سحر كنت استسلمت من زمان يعني على الحمد لله بتمتلك الاراده يعني معناها المدام سحر عن جد هي بالمكان الصح سحر بالمكان صح، والا مستحيل ما كان استمر هذا النوع من العمل. كنا باتصال كان ضل فردي لحالي يعني كنا باتصال هاتفي مع الارصاد الجويه، ما بنعرف اذا المطر رح يفيدكم واللي ما رح يفيدكم شو وضع الجو. اكيد ما بيفيدنا اذا كنا مبلشين شغل، اكيد ما رح يفيدنا اكيد ما رح يفيدنا اذا فيكم تتصلوا فيهم يوقفوا المطر.
اكيد للمصاعب نحن نقدم يعني نقدم اكيد تماما. كنا عم نحكي نحن عن خصوصيه النحت على الرمال، وقلتوا انه كل سنه بالملتقى يكون في نحاتين او شباب حتى جدد لحتى يتم انتشار هيدا الفن للجميع. خصوصيه النحت على الرمل شو بتخبرونا عنه؟ يعني هو كمادة كتير هشي، يعني بدنا نتعامل معه. يعني أنا حكيت عنه بالبروشور تبع، هو في تحدي وفي يعني في صلابة وفي هشاشة بنفس الموضوع. قديش بدنا كيف بدنا نحتال كيف بدنا نحتال على الكتلة، كيف بدنا نتعامل مع الكتلة، كيف بدنا نحتال عليها مشان ما توقع. يعني هون نحن بهمنا أنه تصمد ليشوفها أكبر عدد من الناس. يعني فهي بقى شيء أكيد ممكن تصمد مثلا. هلا بتعرفي احيانا ممكن تضل شهر ايه، لانه نحن بالاخير دائما بنحكي عن هذا الشيء دائما انه من رشها ماده بس تجمد القشره الخارجيه تبعها مشان يعيش العمل فتره اطول يعني. وهذا ان شاء الله هي بتطول اذا نحن ما خربناها يعني. بس هي للاسف يعني نحن عندنا المواطنين نتمنى ينتبهوا على هي القصه، تضلنا بتمنى تضلها شهر وشهرين يجوا يتفرجوا عليها. ممكن خلال الصيف كله تضل. بس اللي, يعني اللي بصير انه كل حدا بده يجي يتصور، بدل ما يتصور جنبها بده يطلع عليها يتصور. ما هي صح. مثل ما عم يقولوا علي هي هشه كثير يعني، دوبا نحن عاملين لها قشره من المواد اللاصقه عفوا. فنتمنى هيك انه يضل. طيب يضلوا شهر. السنه في شغله بالنسبه للرمل، نحن جبنا الرمل الاصفر اللي بيعطي جماليه اكثر للمنحوتي، بيعطيها حلاوي اكثر. ان شاء الله يكون اسهل بالشغل ما هيك ان شاء الله. هلا هو هذا اختبار جديد، اختبار يعني جديد هذا طبعا. كمان اضافه جديده على يعني احنا دائما كنا عم نشتغل دائما برمل البحر، السنه راح نشتغل برمل يعني نبكي. ممكن تكون نبكي هذا الانعم، ممكن يكون الاصفر او القرميدي يعني. حتى لون المنحوتي راح يختلف يعني يختلف بيعطي جماليه، وهيدا حلو بيعطي جماليه جديده واختلاف تنوع يعني. اضافه للديكور اللي عم يساويه علي راح يعطي هو يعني جماليته بالديكور كمان بيظهر الإضاءة إذا كانت تعطي. فهون شغله لعلي بهي القصة يعني عم نشوف الاهتمام بتفاصيل كتير صغيرة، حتى أنه عم تحكوا على مستوى الإضاءة على مستوى الألوان، قديش هيدي التفاصيل فعلا ممكن تضيف للجو العام للملتقى، وخاصة أنه هو مثل ما تعودنا إحنا خلال السنوات الماضية أنه هو فعلا بيجذب عدد كتير كبير من الناس، وخاصة الشريحة اللي هي كتير بتهتم بكل شيء جديد بالبلد، وبتلاقي لها هيدا الملتقى مثل منفذ كتير سياحي حلو. صح مضبوط. يعني وهذا هدفنا بالاخير، هدفنا هاي المتعه البصريه، الاستراحه للبشر اللي بدها تيجي المواطنين. ايه يعني ان شاء الله يكون خير، نحن ما نتمنى غير ان شاء الله. اكيد بايديكم وبجهودكم طبعا رح يكون شيء مميز، طبعا بوجودكم انتم كمان، لانه انتم كمان توصلوا الرساله تاعتنا. يعني نحن مهما اشتغلنا بتضل على مستوى اذا ما الاعلام غطاها مزبوط وعطاها ووصلها للرساله. نحن بنسلمكم الرساله، وانهم مهمتكم انتم توصلوها. واجبنا نحن تماما. نحن طبعا حنكمل هذا الكلام وهذا الحديث عن الملتقى، ولكن معنا تقرير هلا لزميلتنا لوجين ابراهيم عن تقرير عن النحت على الرمال. نتابع سوا بالدقائق القادمه وبنرجع. الرمل هو ماده اللعب الاولى في الذاكره الطفوليه، وهو في ذات الوقت الوسيط الأول ما بين البحر والتراب، إذن هو خامة لها رمزيتها، واستخدامها كمادة للنحت حديث نسبياً عبر العالم كملتقيات أو مهرجانات. النحت على الرمل يجمع بين الإزالة والبناء، وهو من الهشاشة بحيث يفرض شروطه الخاصة، وما على الفنان إلا أن يستجيب لها، كما أنه حالة تفاعلية بالأساس بين الفنان والجمهور، لأنه يقام بين الناس على الشاطئ أثناء فترات الاستجمام واللعب، لذا يكون التفاعل والانفعال مع تطور العمل النحتي آنياً ومرحلياً ومباشراً. لا بل وصل الأمر أن ملاحظات الناس وخصوصاً الأطفال أخذت بعين الاعتبار ونفذت في بعض الكتل التي تسمح بذلك. للنحت على الرمل في اللاذقية تشكيلات من الجمال تطل على أوغريت، ف
رغم حداثة النحت بالرمل في المشهد الفني السوري، إلى أنه يشهد إقبالا كبيرا من الجمهور والفنانين على حد سواء. فالملتقيات الكثيرة التي أقيمت على شواطئ اللاذقية شكلت ظاهرة فنية ثقافية وسياحية حملت علامات إبداعية مدهشة، وكذا من خلالها أنه عبر الرمل يمكن تقديم الكثير من الجماليات غير المتوقعة. فكم هو ممتع أن ترى الناس من أهالي اللاذقية وخاصة الأطفال يلتقون ويتجمعون ويخلقون حالة حوارية بهذا الفن الذي لا حدود له، وهذا يدل على إرادة الحياة وحب الخلق والإبداع لدى الشعب السوري. فإذا تابعنا يعني كان هيدا التقرير وكان في جزء من المنحوتات اللي كنا بنحكي عنها، ولكن خلونا نعقب شوي على الأنشطة المرافقة للملتقى اللي حيكون، يمكن في أنشطة حتى في أنشطة فترة الليل. تماما. هلا نحن إضافة للنحت على الرمل في شيء بيصير على هامش ملتقى على النحت على الرمل كل سنة عم يكون طريقة مختلفة. في معرض رسم وتصوير للتصوير ضوئي للهواة لمناطق سياحية، كونه نحن فعالية سياحية نستثمر الثقافة والفنون لتنشيط الحركة السياحية. في عنا أنشطة الأطفال يلي هي أخذ حيز كبير من الملتقى، اللي هي بشكل يومي كل سنة عم نجدد فيها شيء. وفي عنا السنة جددنا أنه كونه عم تيجي الأهالي أحيانا عم تنطر أولادها ساعتين ليلعبوا، ما عم يعرفوا شو بدهم يعملوا، فعملنا أضفنا شيء اسمه برنامج فني. كل يوم في فنان شكل. هلأ أول يوم الافتتاح رح يكون معهد حكاية للفن، رح يقدم لنا موسيقى وغناء كتير حلو، رح يعزف أول معزوفة طلعت بالتاريخ، معزوفة أوغاريت، معزوفة موسيقية من أوغاريت إنشودي، ترجموها آل العجان، طبعا محمود العجان وولاده زياد العجان. فنحن رح نستثمر ونكرم أستاذ زياد موسيقار زياد العجان، عم نكرم العيلة ككل من خلال أستاذ زياد. في عنا بشكل دائم يوميا مثلا نحن جايبين لهم سوبر ستار، جايبين لهم مطربين كتير حلو، كل يوم في حفلة. في عنا مثلا رح يوم الثالث يمكن الرابع ما بذكر البرنامج مزبوط، عنا التانجو، رقص التانجو يلي هلا صار منتجر، عنا تانجو مانيا رح يكون كتير حفل حلو. يعني عم نحاول مطربين حلوين. بالختام عنا زين أسعد وسليمان صفطلة، ما عم بذكر أسماءهم كلهم، لكن في كل يوم شيء جديد أكيد. للأهالي للزوار، وفي شيء للأطفال، برنامج متخصص حسب الفئات العمرية. يعني كتير الاهتمام دائما منشوفه بالأطفال ضمن الملتقى من خلال الفعاليات اللي بتقدمون لهم إياها. سبب هيدا الاهتمام اليوم وقد ايه فعلا نحن عم نركز اليوم على الطفل لحتى يكون هو واعي بهيدي المرحلة لأهمية الفنون ومشاركتها مع المجتمع المحلي؟ هلأ نحن كجمعية بالذات كتير مهتمين بالطفل. يعني عندنا نحن ثقافة بدنا ننشرها، ثقافة السياحة للأسف نحن ما أنا موجودة عند الجميع. لتأثري بالكبير دائما عنده ثقافته أو صار عنده مستوى فكري معين، أنت نوعا ما ممكن تقنعي وما تقنعي، لكن عندك الطفل مفروض نحن نهتم فيه. هلأ شريحة الأطفال حاليا نحن مرينا بأزمة مرقوا كتير، راح عليهم كتير، راحت عليهم شيء. فنحن كجمعية توجهنا للطفل، اشتغلنا مع الطفل بالريف، يعني مركزين على طفل الريف وكل نشاط، لأننا بنحاول نعمل شيء للأطفال. وهو هذا الشيء أنا بشوفه صحيح كتير، يعني هو الصحي إنه هذا الطفل بده فسحة يطلع فيها. نحن بنحاول نأمله. طبعا أكيد في كتير جهات عم تشتغل، لكن نحن كجمعية دائما بيكون الطفل له أهمية وأولوية عنا بكل أنشطتنا يعني بشكل عام. تماما. يعني إذا بدنا نحكي شوي عن أجواء العمل ضمن هذا الملتقى، كنا لما شفنا التقرير عم نحكي إنه ممكن كتير من الفنانين ما يخلصوا المنحوتة تبعيتهم بست أيام كونه وقت قصير، ولكن العمل بهذا الجو يمكن في كتير من الزوار ممكن يجوا يشوشوا، خلينا نقول على أفكار الفنان إنه شو عم تعمل كذا، هذا الشيء قد ايه بيأثر فعلا على الفنان وعلى أدائه بهالأجواء الصخبة؟ يعني هو ضروري، نحن هذا اللي بدنا، يعني احنا بدنا هذا الفنان يتعرض لهي الاسئله. يعني ما رح تطلع منحوته حلوه اذا ما تعرض لهيك اسئله، اذا ما تعرض لنقد، اذا يعني هاي المهمه ضروريه، لانه يعني ممكن بالاخير هو معه مساعدين ممكن ينجز منحوته ويخلصها، يعني في رح يكون مساعدين فنانين، يعني طلاب فنون جميله، فنون جميله وكل والعماره. فضروري انه يصير هذا الشيء، لانه يعني قديش هو عنده القدره، ليش انا حكينا عن القدره والتحمل، قديش عنده القدره انه هو من داخله بجوز يكون كثير مزعوج، اما بنفس الوقت بده يحاول اسعد الاخرين. هي هون هي الحاله اللي بدنا يعني حاله التفاعل بين المشاهد والمواطن الزائر والفنان، هي مهمه. يعني
تمام. وخاصة يعني شفنا كمان خلال التقرير ومثل ما شفنا نحن بأرض الواقع لما نحن غطينا خلال السنوات الماضية في إقبال كتير كبير من الناس. قديش هذا الإقبال بيضيف لكم وشو ممكن يكون أثر عليكم أو ممكن يزيد على الشيء من اللي أنتم حابين تقدموا؟ نحن هدفنا انه يجي اكبر عدد من البشر ويشوفوا هذا النوع من الفن. يعني هو فن جديد على سوريا، هي صار عمره 4 سنين بتوقع، يعني صارت الناس تحكي مع بعضها تليفونات انه صار فعلا في هيك شيء ويجوا يحضروا. الطفل برايي انا بالنسبه ل بنرجع لموضوع الطفل، بس يعني ما حدا بيشعل الشط مثل الولد، صحيح، مثل الطفل الصغير. يعني بتلاقيه عم يحفروا للشط حفر، يعني فهو اكثر شيء راح ينجذب لهذا الموضوع. وفي عنا شغلة إنه على القليل بنعلمه يشوف بعيونه مو بإيده، إنه لأنه هذا رمل إذا لمسته ممكن يوقع ممكن هلا الحضور الجماهيري نحن قمة سعادتنا كل ما زادت الجماهير وصار في عالم عم تحضر، نحن بنكون سعداء كتير. يعني إنه صار إلهم منفس، إنه أهمية نجاحنا بيجي من خلال اهتمام الجماهير بالحضور. تمام، يمكن هذا السبب اللي هو الملتقى هو على السنة الرابعة على التوالي، وهدف يمكن الجمعية الوطنية لإنماء السياحة بسوريا. هلا نحن لما بلشنا ب 2015 بصراحة يعني كلياتنا كنا داخلين وما عرفانين إنه وين بدنا نوصل، يعني إنه ترى رح يكون في حضور، رح يكون في عالم، رح يكون في كان في خوف تجربة جديدة ب 2015 موجود. هلا بعدين لما صار ب 2016 شفنا الناس ناطرته، هون بلشت تزيد المسؤولية أكثر، كل سنة عم بتزيد المسؤولية أكثر، نشعر صار الخوف ما راح بس تحول لشيء ثاني، إنه أنت صار في خوفك عبارة عن ناتج عن الإحساس بالمسؤولية تجاه الناس الجاي، لأنه أنا كجمعية ولا كفنان كمان نحترم عقول هالناس اللي جاي، في ناس جاي على سوية عالية فكرية، في ناس جايين عاديين بصريًا، فنحن بنحترم عقول يجوا يشوفوا شيء سوية عالية تبسطهم، يعني شوف هي مسؤولية بالنسبة لنا حتى للفنانين بتصور إنه يظهروا حالهم يعطوا احسن ما عندهم امام الجمهور. تمام. طبعا اللي هو يعني لانه هو بيحكي عليكي فورا، صح، يعني صحيح. غير ما في مجامله، ما عنده مجامله وما بيجي بيحكي عليكي فورا انه انبسط انبسط عجبه عجبه ما عجبه، بيحكي بوشك فورا ونحن ما عندنا بشكل نقبل النقد. فانت بدك تعملي جهدك انك ترضيه يكون رايه ايجابي تجاهك، واحيانا ما بيكون نقد، يعني احيانا الاعجاب اللي بيكون بعيونك أيوة او حتى وقفهم جنب المنحوته حتى يتصوروا بتعطي للفنان شيء كثير كبير بحس بالانجاز اللي هو قدمه. صحيح الحكي. اذا رجعنا شوي بس لما موضوع الاطفال، لانه هن فعلا مثل ما عم تقولي هن كثير موضوع مهم وكثير لهم حيز كبير من الاهتمام، كمان تاهيل الكوادر لحتى هن يكونوا جاهزين ليتعاملوا مع الطفل، لحتى يكونوا جاهزين لحتى يوصلوا له هي الانشطه بطريقه كثير سهله. يعني الطفل صعب التعامل معه ورسم الابتسامه على وشه بسهوله لانه هو شخص لا يكذب. صح. تمام. كيف يتم تاهيل هدول الكوادر؟ شو هي الانشطه الممكن انه تحسوا انه هي اكثر شيء بتجذبه للطفل؟ هلا بشكل عام نحن عندنا اختصاصيين او صار عندهم خبره منيح بالتعامل مع الطفل من خلال انشطتنا بالجمعيه ككل ولا بالملتقى. فنحن بنحط برنامج حسب فئات العمريه. هلا السنه يمكن واجهتنا مشكله انه امتحانات الجامعه اجت بتوقيت الملتقى، ما كان متوقع هذا الحكي. نص الكادر اللي صار عنده خبره عندي بالملتقى خلال سنوات سابقة عنده امتحانات، طبعا جامعتهم أهم دراستهم أهم، فصرنا هلا جايبين كادر جديد نصه كجديد. نحن شو بنعمل عادة من هلا؟ نحن عم نعمل اجتماعات للكادر بالموقع اللي عنده خبرة أو المدرب والاختصاصي عم يعلم البرنامج كذا، بيقعدوا نشتغلوا ونقعد نشتغل كأنه أطفال، نلعب كلنا كأنه أطفال حتى هو يعرف يتعلم الجديد، أما القديم هو عنده خبرة صار عنده خبرة ومعرفة. وبعدين نحن بنقسمهم مجموعات، التعامل مع الطفل بقدر ما انه صعب بقدر ما انه سهل، عرفت شلون؟ انه الشغل عنده هو في عنده اشياء بده يساويها، عنده طاقات بدك انت تعرف تستثمريها، فهون بيجي اختصاص الصبيه او الشاب اللي عندنا هني حاطين البرنامج دارسينه على هالقصه وبنشتغل عليها. تماما. اذا بدنا نقول هلا شو بتتوجهوا لاهالي مدينه اللاذقيه مع قرب الملتقى؟ شو بتتوجهوا لهم؟ شو ناطرين منهم للزوار؟ والله ناطرين حضورهم هو اهم شيء، يعني هو نجاح الملتقى كتير. يعني وجودهم هو نجاح الملتقى برأينا. طبعا. يعني انا هيك برأيي، هذا يعني كم البشر هو اللي بيعبر عن انه الملتقى نجح او ما نجح. هيك انا بقول لهم تعوا لعنا رح تنبسطوا كثير، رح تشوفوا شيء مثل ما انتم بتتمنوا يمكن اكثر كمان. ان شاء الله. الفنانين المشاركين كمان شو حابب توجه لهم كلمه هيك قبل ما نختم حوارنا؟ هلا في الفنانين المشاركين في منهم بعرفهم في منهم ما بعرفهم، طبعا بدي رحب فيهم وان شاء الله يكونوا موفقين، يعني وان شاء الله يخدمنا الرمل، يعني يساعدنا كثير ليعطينا الطقس ان شاء الله كمان يعني بوجه لهم شغله انه الرمل نوعيه الرمل خصوصيه الرمل بحب التفاصيل.
يعني كل ما كان في جروح اكثر كل ما اظهر العمل اكثر، لانه يعني المسطح على كتله رمليه كبيره، اذا كان في مسطحات كبيره راح تبين مثل فراغ، راح ما راح كثير تتغير الكتله. فيفضل انه يكون في شغل على التفاصيل مشان يظهر العمل اكثر، يعني اكثر جاذبيه هيك له جماليه يعني. ان شاء الله يعني اكيد نتمنى لكم التوفيق. نحن بانتظار الملتقى اكيد رح نكون نحن مدعوين وحاضرين لحتى نكون نحن فعلا كاعلام نحن نغطي هيدا الملتقى الرائع اللي نتمنى نكون ايد بايد حتى نوصل فيه للعالميه ان شاء الله. كثير بدي اتشكر وجودكم معنا اليوم السيده سحر حميشي رئيسه الجمعيه الوطنيه لانماء السياحه في سوريا، شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا كثير لك استاذ الفنان علي معلا مدير الملتقى، يعطيك العافيه وشكرا لوجودك. تسلموا. شكرا لوجودكم، يسعد صباحكم، واكيد بانتظار الملتقى الرابع لفن النحت على الرمال. يسعد صباحكم.